بيقول له عندنا في مثل كده بالبلد، يموت الزمار وصوابعه بتلعب مزيكا يعني. فأنا طبعا بعشق الرأس، وكان صوتي حلو، كان ممكن أكون أطلع مطربة، ولكن أنا ضحيت بكل حاجة من أجل الرأس. ضحيت بالحياة الأسرية، أني أنا يكون عندي أنجب أولاد وحاجات كده، برضو من أجل الرأس، من أجل الفن الاستعراضي. بشتاق لكل حاجة في الرأس، وبسمع، عندي أذن موسيقية رهيبة جدا، بعزف بيانو كويس، فده حاجات كتير جدا. الرأس حياتي، حياتي لآخر لحظة في عمري، ولكن كل وقت له بيسموه عندنا، كل وقت له أدان، يعني كل وقت له جيل معين يقدم النوعيات دي. والله بصي، حاليا في المغرب أنا ما شفتش حاجة استعراضية خالص، ولا ما روحتش حتى يعني لسه. لكن أنا قابلت مغاربة، كنت في برنامج كنت بقدمه هزي نواعم، أعتقد شفتوه، فكان عندي رقصات مغربيات كتير، وسوريات وروسيات ومصريات، فأنا كانوا بيحبوا قوي وكانوا بيتعلموا الفن فعلا. في بعضهم خد جوائز، لأنه هو برنامج بيدي جايزة 50,000 دولار آخر البرنامج يعني اللي بتنجح فيه. اتعملت مع الأستاذ عبد الوهاب دوكالي، حبيبي عظيم، كان مطرب عظيم، وإحنا عندنا في مصر بنحبه جدا جدا، ويعني ده اللي أنا أعرفه كويس. ما حيتش عرس هنا، حيت حفلات. كان في 8 حفلات عملتهم هنا في كازابلانكا برضو. يعني ما رحتش الرباط، ما رحتش مراكش، فان شاء الله يعني ان كان في عمره وصحه نشوف ان شاء الله برضو نتعامل كضيوف، حتى نشوف الفن الاستعراضي للمغرب. اقول ان نجوى فؤاد احلى الراقصات، ده مسمى كانت بتقولي مجلة الموعد في بداية حياتي الفنية، فده انا لسه بقول ايه يعني الحمد لله لغاية دلوقتي متمسكة، فاللقب موجود يعني موجود معايا. البيع بقى من القنوات للسينمات لحاجات دي بقى بيعتمد على وسيلة الدعاية، بتجيبي قد ايه، دي كم دعاية، يعني المسلسل ده نجح عشان جاب دعاية جامدة جدا فغطى مصاريفه، وبالتالي الاجور ارتفعت جدا، اتغيرت خالص. يعني النهارده بيتكلموا بالملايين، احنا كنا بنتكلم بالملاليم، عارفه الملاليم. فلا، فعشان كده كانوا بينتهوا يعني غير ما بيبتدوا حياتهم، بيبتدوا حياتهم عايشين كويس جدا، كويس فلوس بتقضيهم، بس لما بتيجي امراض او بتيجي مواقف صحيه او حياه اسريه فيها حصل حاجه، فطبعا الفلوس ما بتكفيش، وما عندناش يعني، عندنا نقابة وعندنا كل حاجة، بس ما عندناش زي أوروبا وأمريكا حماية، لأن في صندوق للفنانين اللي بيحصل له حادث في حياته بيحموه. يعني اللي كان بياخد أجر صغير زي أنتوني كوين غير اللي بياخده دلوقتي مليارات دولارات، فطبعا فيه صندوق بيحميه، بيحميله حياته، بيحميله صحته. احنا بنحاول دلوقتي ان شاء الله، وزارة الثقافة بتحاول ان تعمل المذكرة دي للجمعية في باريس زي الشعراء والملحنين، في اخر السنة بيروحوا بيحصلوا على مبلغ كويس جدا. نصفني طبعا، كفاية انه اعمل نجوى فؤاد، اسم نجوى، انا اسمي عواطف محمد عجمي، مختلف تماما. لما النهاردة الحمد لله بقول نجوى فؤاد، ما يعني الترحيب بيبقى اكتر من اي شيء في الدنيا، فده بيكفيني يعني، ده بيشبع غريزتي في الفن يعني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.